انا سعيد جدا جدا والله بيكم جميعا طبعا، واسمحي لي السيده الفنانه العظيمه سميحه ايوب، اهلا وسهلا بك. احنا كلنا سعداء جدا، وانا كان عندي امنيه ان اشوف سيادتك وجها لوجه، وربنا حقق لي الامنيه دي. أنا عندي امنيه ان انا اسلم عليكي، بس قلت الاول ارحب بك. شكرا يا ريس، شكرا يا ريس، يا عزيز مصر، كلنا بنحبك. شعبك بيحبك يا ريس. وشكرا على الأمن والأمان اللي احنا عايشين فيه. أشكرك جدا يا ريس. لا، الشعب كله، الشعب كله حاسس بكل الإنجازات، حاسس بكل حاجة. شكرا، شكرا يا ريس. شكرا. شكرا يا ريس. يا بيسي. الحكايات اللي اتحكت النهاردة، ولسه البطولات ما انتهتش، ولسه مصر ولادة، بطل يسلم بطل وشهيد يسلم شهيد. في ده مصر هي حكاية النهاردة وبكرة وامبارح، حكاية راية الفدا اللي بتتسلم من جيل لجيل ومن بطل لبطل ومن لشهيد. حكاية مصر أم الدنيا اللي أغنى من كل الدنيا، حكاية مصر العصية على كل اللي حاول يقرب لها. مصر هدف كل محتل غاشم وهدف كل طامع. حكاية أبطالها اللي عمرهم ما سمحوا لحد يقرب ناحيتها من آلاف السنين ولحد النهاردة. كل عصر يطلع بطل يحميها بروحه، يفديها بقلبه، ويقول اللي هيقرب لها هشيله من فوق وش الأرض.